بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس المنتدى من ندوة، معالي الأمين العام لجامعة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السادة مديري القطاعات الثلاثة، السيد الأمين العام المساعد، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور، يسرني ويشرفني باسم الخاص وباسم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات أن أشارككم اليوم في هذا المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وأن أساهم في محتوى في النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة. إن الدور الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لتحقيق التنمية المستدامة أصبح اليوم واضحا وجليا، كما أن للنطاق العريض تأثيرا مباشرا على التنمية الاقتصادية في عدة مجالات، أخص بالذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر ميدان التشغيل، إذ يمثل أهم مشاغل الشباب في المنطقة العربية. وفي هذا الإطار أطلقت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات مشروع شبكة تمكين الشباب العربي لتعزيز فرص عمل الشباب في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ودعم قدراته في القطاع وعبر القطاع، وتنمية روح المبادرة لديهم وتشجيعهم على مزيد الإبداع والابتكار في المجال في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي. ويتم سنويا تنظيم منتدى تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وفرص تشغيل الشباب الذي يشتمل على ندوة علمية ورشات تطبيقية ومسابقة سنوية لأفضل المشاريع الشبابية. وقد تمحور موضوع المنتدى لسنة 2013 حول النطاق العريض ودعم ابتكارات الشباب العربي داخل الحاضنات التكنولوجية. أما في المجال الثاني وهو مجال المرأة، فيمثل النطاق العريض فرصة لتقليص من التفاوت النوعي والحد من تأثيراته السلبية على نسق التنمية داخل المجتمعات العربية، إذ تشكل إحدى الوسائل القادرة على الارتقاء بوضع المرأة وتعزيز دورها في دفع التنمية داخل أوطانها. وتعمل المنظمة حاليا في إطار مشروعها تنمية قدرات المرأة العربية في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على تأمين دورات تكوينية الاحتياجات والاختصاص مثل التجارة الإلكترونية والتسويق والدفع الإلكتروني لباعثات مشاريع الصغرى، مع التركيز على المرأة الريفية وبعض مشاريع نموذجية لمصاحبة المرأة في إنجاز مشاريع صغرى في مجال تكنولوجيا الاتصال أو بالاعتماد عليه. أما في ميدان الزراعة، يوفر النطاق العريض المحمول خدمات هامة تسهم في تحسين عيش المواطن خاصة المتواجد بالمناطق النائية، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة. وفي مجال الزراعة أطلقت المنظمة مشروع إقليمي حول تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من أجل التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية، والذي يأتي بدعم من برنامج الأمن الغذائي العربي، وذلك الاستجابة لما تواجهه الزراعة على الصعيد العالمي وخاصة في المنطقة العربية من مشاكل وتحديات مثل التغيرات المناخية، ندرة المياه، والتي لها تأثير مباشر على الأمن الغذائي بالرغم من كل مزايا والثروات التي تزخر بها المنطقة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. يعتبر اليوم النفاذ إلى النطاق العريض خدمة كونية يسهم في تحسين ظروف عيش الأفراد، إلا أنه يستلزم استثمارات هامة يتطلب تحقيقها شراكة متجددة ومواكبة للحاجيات بين القطاع العام والقطاع الخاص. وفي النهاية أود تقديم شكري إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على حسن التنظيم، وللاتحاد الدولي للاتصالات الذي تربطه بالمنظمة اتفاقية شراكة على هذا الإنجاز. طبعا كل الإنجازات القيمة، وأتمنى النجاح لمؤتمرنا هذا، وشكرا.